كل مكان. ونشوف هيحاول يحل له مشاكله، هيعرف يحل مشاكله مع زانج جايك ولا لا. زي ما قلت لحضراتكم وهظل اقول، ارسال 2-1. ثلاثة. بدايات المباراة. الله عليك ولد، اول السريع للسرعه الرهيبه. وشوفوا حضراتكم، نشوف ونستمتع تاني، كلها في اتجاه الباك هاند بتاع جاو. بس هيجي في لحظه هيحولها له، ده في اللحظه حطها له الناحيه التانيه خالص. خلاص شكرا، قفل الموضوع على كده وخلص. وهو الخداع سريع جدا في اقل من جزء من الثانيه. واردد واكرر هذا الكلام عن قناعه كبيره، انه لاعبه الصين كان عاليه جدا وجميله جدا وسريعه جدا. اهو رجع تاني، اهو السرعه خلاص. الموضوع تحت السيطره. 11-5 ينهي. جاو نينج برضه خد جرعه فنيه من جوجا مدير الفني لسنغافوره. لاعبوا الصين محافظين على نفسهم، متماسكين، جدار فني. يعني ايه تيجي عند الصين خط احمر، في اسماء معينه في الصين خط احمر اللي هم التوب. قدامنا نمرة 3 مالونج اللي لعب الماتش اللي فات وشفناه. لا مفاجآت. الراجل عامل، هنشوف هيحل المشكلة دي ازاي. زانج جايك الله. اللي جايك من 3-7 إلى 6-7، والرابعة أعتقد في الطريق. 7. على طول في واحدة سريعة عشان الكلام اللي احنا عارفينه كلنا ده. زي كده بيجيبها من فوق سطح الطاولة بالقوة دي. حداشر الكل. اتناشر حداشر. وتقدم. يتقدم. 14. ضربات متبادله.
غير سرعة الكرة، كانت كافية أنه هو يخلص الشوط الماراثوني الطويل أخيرا. وتلات برضو جماليات اداء قويه يمكن مش واضحه في الصوره. عشان تعمل دوران الابداع في الصينيين هو ده الدوران، يعني يمكن دي كمان طولت شويه. واستعداد للشوط الرابع اللي قد يكون الاخير. اهي ده اللي انا بقوله لحضراتكم. تغيير سرعة جاي 6-4 كده، دي غير مكان وغير سرعة. عشر 8 خلص زانج جايك الشوط الثالث. هدئة جاو نينينك جايك واحد الكل بصحبة جاو نينينك. تقدم سنغافورة تشعر كده انه يعني الفرص اي شكل من الاشكال اللي بيتجه اليها السهم هو جاو نينين. الثاني في الورلد رانكينج قائمة المصنفين العالميين يخلص زانج جايك الشوط والمباراة 4-0 ليتأهل إلى دور الثمانية. أصدقائي المشاهدين في كل مكان،